السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحلقه تاع اليوم حلقه مهمه، غادي نخصها لواحد الموضوع اللي مهم ما تعرفوش بزاف الناس اللي تيجيو لامريكا جداد. هو بحكم على مستوى المعيشه في امريكا، مش مستوى المعيشه يعني السرعه، يعني ظروف الحياه هنا في امريكا شويه سريعه، ف والعمل والدراسه، ويعني بزاف الانسان عنده بزاف المشاغل في حياته، فديما انسان ما يعني عنده جهد، يعني تيدير واحد الجهد كبير. فهنا الاغلبيه الساحقه تاع الناس خصوصا الامريكيين مثلا تياخذوا فيتامينز، يعني ادويه منشطه مساعده، يعني تساعد الانسان على انه يخدم، يعني مثلا كل نهار تياخذ فيتامين مع الصباح او قبل ما تجي للخدمه باش يخدم النهار كله. او كاين الناس اللي تشربوا القهوه بزاف، شخصيا انا تنشرب القهوه بزاف يعني في الصباح باش تفيق. انا شخصيا ما كنتش نشرب القهوه في المغرب، ولكن من جيت هنا وليت نشربها بزاف، فتتعاون شويه تفيقك. اوكي، كاين بعض الناس اللي تلجؤوا لبعض الحوايج اخرى باش تشربوها باش تعطيهم واحد القوه واحد الانرجي في الخدمه تاعتهم. هاد الحوايج شويه صعيبه بحكم انها تتاثر على الجسم، صعيبه لانها تقدر الى خدتي اكثر من جوج حوايج، يعني مثلا هي مثلا نقولوا فيتامين تاخذوا واحد جوج مرات في النهار تقدر تقتلك. يعني شخصيا سمعت ناس في هذه المدينه اللي انا عايش فيها ماتوا بسببها، بحكم ان الناس ما تعرفوش واش يستهلكوها. هي مكتوبه في الدار تاع هذيك، هو مشروب تشربوا الناس تسمى الانرجي درينك. هاد الحوايج اللي تنحاول ننصح بهم المغاربه ما يشربوهمش، ما ياكلو ما ياخذوهمش. بزاف الناس تيشربوهم، بزاف الناس نعرفهم مغاربه تيشربوهم، ولكن كي تنقول لكم راه شويه خطر على القلب وتؤدي الموت، لان تيقول لك هما كاتبينها مثلا، يعني من الشركه تيكتبوها في في القنينه، تيقول لك ان هذا الشيء نشرب جوج مرات او ثلاثه القرعات مثلا او ثلاثه الكانات كانيتات في النهار، فانها تقدر تاديك الموت. وشفت قلت لك ناس انهم يعني كانوا بيموتوا تعتقوا، وفي الاخبار تنسمع بان الناس شربوا الانرجي درينك وماتوا. بحكم هذا الشيء ما غادي نقول لكم شراه واش نقي واش ما نقي، واش نضيف واش ما نضيف، ما تنعرفش. شخصيا انا شربتها واحد المده تاع يومين او ثلاث مرات او اربعه مرات، لكن بعد من سمعت على هذا الشيء وقرات عليها فعرفت بانها راه ما يعني خطيره على جسم الانسان، وغادي تقدر دير الوفاه لا قدر الله. فاليوم في هذه الحلقه غادي نوريكم واحد النوع منهم اللي متاح، يعني تتباع في السوبر مارشيات، تتباع في الغاز ستيشن، ممكن اي واحد يشريه لانه ماشي عليه رقابه، عادي لانه غير مشروب تشربو تعطيك واحد المنشط. ما بين من بينهم هو هذا، ها هو كما تشوفوه، هذا انرجي درينك، ها هو فيه خمسه السوايع تعطيك شي خمسه السوايع تاع الطاقه. تشربو يعني مثلا يعني وان غالب، يعني جرعه وحده. اوكي، فتعطي المفعول تاع واحد الشويه تعطي المفعول تيخليك انك تخدم واحد خمسة. المشكل في هذا انه فيه واحد المواد خطيره اللي قرات عليها هنا، فيه مواد خطيره، فهذا الشيء مع المده تنقول انا مع المده تاثر على العقل، تاثر على القلب تاع الانسان. شربتي منه بزاف تتعود عليه الجسم، يعني ما شربتي ما باقيش تقدر تخدم، يعني تلقى ديما انك حتى تحس بواحد الكسل. فهاد القنينه راه رخاص، يعني تدير واحد 99 سنت، يعني ما تيكملش دولار، او تلقى بعض الخطر بعاب بدولار، ف يعني فقط من الثمن تاعهم تعرف بانه راه شويه هادشي راه خطير. فهادو فيهم شي مواد اللي ما هكاكش، فتنصح انا بالابتعاد عليهم صراحه. ف ما يشربهمش الانسان، لان كنت نقول تاثروا. شخصيا كاينه واحد النوع من المناضه لهنا، ما تيقول لهم مال باب، الباب هي المناضه اللي تنشرب، هي مناضه يعني بحال بيبسي بحال كوكا بحال، غير هي فيها الانرجي قويه، يعني فيها ماده السكر يعني شويه مرتفعه فتعطيك قوه. هي مختلفه على هادو اللي قلت لكم، هي مختلفه على هادو، هي هادي انا ماشي تندير لها الاشهار، ها هي شفتوها. فشخصيا تنشرب هادي تقريبا يوميا، او يعني تتعاونني شويه، يعني بحال تطقدك، يعني تتفيق تستيقظ كي تيقولوا بالعربيه، فتتخليك انك دير واحد المجهود وتخدم. يعني كاين اللي مدمن عليها، يعني تيشرب جوج ثلاثه في النهار اربعه في النهار، ولكن صعيبه. هذه الا شربتها مثلا في الليل راه تقدر ما تنعش، فهمتي؟ يعني الا شربتها بالليل متاخر، او مثلا تعشيتي وشربتها ف ما تخليكش تنعس. فتنحاول ان هذا الشيء، انا تنقول لكم انا شخصيا تنشرب وحده مثلا في النهار او في يومين او ثلاث ايام، يعني تتعاونني. هذه مناضه يعني باب، يعني ممكن تشرب عادي. اما بالنسبه لهادو اللي مكتوب عليهم الانرجي درينكس، هادو فالانسان يبتعد عليهم لانهم خطيرين مؤثرين، يعني بحال تشرب شي حاجه اللي عندها بحال دوك الناس اللي تلعبوا مثلا الباري بيلدين، فتي ياخذوا دوك العقاقير اللي تاثر عليهم من بعد على، يعني
الذكرى تاعتهم، على العقم تديرهم، عقم تديرهم يعني مشاكل في القلب في الشرايين. فالانسان يبتعد على هذا الشيء، واخا شفتهم الامريكان تشربوهم فابتعدوا عليهم انتوما، لان التكوين تاعنا احنا ماشي بحال التكوين تاعهم. ف هذه هي النصيحه، انا هذا الفيديو درته هي باش ننصح اي واحد مغربي يلاه جا الامريكان وما تعرفش على هذا الشيء، فهذو راه خطيرين خطيرين بزاف، راه تاثروا على الصحه تاعت الانسان. يحاول الانسان ما امكن يبتعد عليها، يعني يشرب قهوه، يشرب اتاي، يشرب الماء بزاف، فهمتي، ويبتعد على المشروبات. انا مدمن على يعني المناضله، يعني بيبسي كوكا داك الشيء مدمن عليه. انا قطعت كوكا ولكن تنشرب هذه بزاف، لان شويه فيها ماده السكر فتتعاونني انها تعطي طاقه. ففي النهايه تنتمنى ان هذا الفيديو يكون وصلكم ويفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.